أهلا وسهلا بكم مجددا، هذا أنا رامز. أضلاع الغنم هي واحدة من أكثر الأشياء اللذيذة التي أحب أن تكون من ضمن أطباقي. دعونا نستكمل وصفتنا. صلصة الأمامي الخاصة بالشواء التي أعرضها لكم اليوم يمكن استخدامها مع جميع أنواع اللحوم المشوية، لحم الضأن والدجاج ولحم العجل. سنقوم بنقع القليل من الفلفل الحار الجاف في الماء الساخن لمدة 30 دقيقة تقريبا، ثم نضعه في القليل من خل التفاح، ونضيف بعض الكاتشب وبعض الصلصة الحارة والسكر البني وبعض البابريكا المدخنة. للتتبيل أحب أن أستخدم أجينوموتو. أجينوموتو هو بديلي للملح وهو مليء بنكهة الأمامي الرائعة، وهذا يتيح لنا استهلاك كمية أقل من الملح. ملح أقل خطر أقل للإصابة بأمراض القلب. نخلطهم بالخلاط اليدوي ونترك جميع المكونات تمتزج جيدا، ثم نضع الصلصة في المقلاة ونتركها حتى تغلي ببطء، وها هي صلصة الأمامي للشواء جاهزة. والآن حان الوقت لإشعال النار. نحن الآن سنقوم بصنع أشهى وألذ أضلاع لحم مدخنة. ستعرف أن الفحم جاهز عندما يتوهج باللون الأحمر، وبما أننا سنقوم بتدخين لحم الضأن ببطء فنحن لا نريد استخدام الحرارة العالية. سنقوم بتجهيز ضلع الضأن ثم نغطيه بالقليل من البابريكا المدخنة للحصول على نكهة مدخنة إضافية. نأخذ ضلع الضأن لمرحلة الشواء الأولى، وهنا يأتي سلاحي السري. أحب استخدام خشب الكرز عندما أقوم بتدخين لحم الضأن. يضيف خشب الكرز لمسة لطيفة حلوة المذاق، والتي بدورها تكمل أضلاع الضأن بشكل جيد. أحب ترطيب خشب الكرز بالماء قبل أن أرميهم على الشواية، سيؤدي ذلك إلى خلق المزيد من الدخان وتعزيز النكهة. سأراكم في الجزء الثالث، إلى اللقاء. أجينومو.